حضورنا الكريم. أحب أذكركم مرة ثانية، وأنا عارف ممكن الموضوع كان شوية عليكم أتكرر، لكن إن شاء الله اليوم مفاجأتنا مرة حلوة، فنبغى الناس بالفعل أنها تنتظر هذه المفاجأة لآخر اللقاء اليوم. ونحب نقول لكم أنه الفيسبوك والتويتر حبيبي الله يخليك، عشان اوفر عليك الكلام، كلمت كثير انت. السلام عليكم. اول شيء بقول لكم، انا واحد انكت اجابني تكت عربيه فيدكس ما ادري ايش، ما اعرف بس يعني ام سالتهم ايش يعني تيدكس، فقالوا لي تي يعني تكنولوجي، اها انا اطلع في اليوتيوب. الشيء الثاني سالتهم اي يعني ايش ادوكيشن، قال لا انترتينمنت، عشان يضحك. لا اضحك، لا يلا ما مشكله يلا. وايه ودي يعني ديزاين، ايش دخل انا ايش جابني، انا ماني مالي صلاح. اكس عشان كول كذا، اسم كول كذا، اكس كذا، اكس مان كذا، حاجات اريبيا، عرفت ليش اريبيا؟ اريبيا جوت تالنت، لانه ناس تغني وما ادري ايش وهيب هوب، ايش دخل يا عمي؟ ايش جايب الناس ايش ايش ايش؟ معليش يا فرابي بس ايش دخل يعني؟ يعني انا ايش دخلني اساسا يعني ايش انا اللي جاي؟ بس انا جاي اقول لكم نبذه عن او اساسا انا ماني مرتاح بالمايك حق مايكل جاكسون ده. هذا المايك اختاروه عشان مايكل جاكسون، عشان هو الوحيد اللي يغني ويرقص. فين مايك المسلمين؟ هذا حق المسلمين، ايه فينه؟ بس بقول انه نبذه عن او تاريخ عن التكنولوجيا بالاخص الانترنت. طبعا مين يفتكر حاجه اسمها دايل اب؟ بالعربي اتصال فوق. يعني ايام كانت ما تحسوها، كانت طبعا انا ما ادري، اكيد فيكم كذا مولود بايباد، تعرف انجري بيرد اهو. اشرح لكم ايش الايباد. الايباد كان تتشحت من شركه اتصالات عشان تديك انترنت، يعني تروح لين المجلس الدايلة ايش ايش ال ايش 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 ال ايش الدايلاب؟ الدايلاب حبيبي تاخذ سلك من المجلس، والله يعين ان الوالده تكون تتفرج على مسلسل تركي، معليش مكسيكي، ماذا بك يا ماريا؟ تروح تتسحب والوالده تتفرج على المسلسل المكسيكي وماذا بك ماريا مرسيدس وما ادري ايش، وتاخذ السلك، الله يعينك اذا كان طويل، تتسحب فيه لين غرفه النوم بدون ولا صوت غير تشبكه في الجدار وفي الجهاز وتسوي اتصال، تبدا الشحاته تشحت الشركه، عمليه الشحات هذه تطلع صوت، يبدا دبو 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 تحس انه في واحد صيني داخل السي بي يو بيسوي طقوس، المشكله انه اثناء الصوت ده انت مفضوح، ما يمديك توقفه، ما انت عارف من فين يطلع، من سوي ميوت، تفك الميوت، يعني تحضن السي بي يو، تقفل الفيش، ما انت عارف من فين اساسا، يعني ايش
البيت كله عرف تعرف دش دش بدر ما قلنا ما في انترنت في الليل ما ليش أمي ما ليش خلاص أمي خدي لا ولا خص تسمع صوت أمك مريم ليه ما جيت الفرح ذاك اليوم على الخط بدر ما قلنا ما في انترنت في الليل طبعا ديك أيام كانت يعني صعبة كان ما في برايفسي ما يمديك البيت كله يعرف انك داخل الانترنت لازم يعرف ف يعني ما شاء الله الايام دي يعني تدخل انت اساسا مو الاهل او البيت يعرف انك انت اساسا ما تعرف انك دخلت الانترنت يعني شايف هنا في واحد قاعد يصورني بايباد يا ابني حرام عليك التقنيه وصلت ان الكاميرا صارت قد كده وانت تصورني وصلنا لمرحلة إنه أساساً تفك اللابتوب تحصل نفسك داخل الفيسبوك بلقونك هلا ما تعرف إنك داخل الإنترنت ما بتحس يعني صار الإنترنت كمان وصل لمرحلة إنه في يدك يعني مو سلك وما أدري إيه وهذا خلاص في يدك صار تمسك الجوال معلش التفاح لأنه خلاص صارت لا تفاح توت أسود ما عاد فيه ما عاد في جواله نوكيا مسكين سوني إريكسون تعرف عزلوا ما عاد فيه صار جوالين قصدي فاكهتين هذا اللي انت تستخدمه خلاص ما عاد فيه بس ابى اسالكم سؤال مين فيكم عنده ايفون طيب مين في الرجال عنده ايفون عيب والله عيب والله مو فهد عيب على فهد بتفرج على الاكثر حسبتك رجال أساساً مو جهاز رجال يعني تحصل رجل كده كله معضل ماشي يعني كيف أوصف الرجولة شعر صدره كده طالع ماشي مع اللحية كده ماخد كيف يعني مخاوي طرزان والرجل الأخضر هذا خويانه ده يدخل البيت يلا يا بلوت هذا خويانه ففجأة يرن جواله وهو مرة رجال كده تيني ني 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 تن 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 والله عيب 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 خذ ابو كشاف هذاك حق الرجال تعرف انا اتكلم عن الرجال وقاعد اسوي يا خليك رجال والبلاك بيري ماني فاهم تعرف جهاز بزنس يتحول الى جهاز مرقعه للحظه اشخ اساسا الناس ايفون 4 ايفون 4 طوابير في المحلات مخلص في السوق بيشتريه ب 4000 ريال واتحداكم استخدمت نص خدمه سعر 4000 ريال دي اساسا ما تعرف الا يس ولا نو الو بس مشتريه ب 4000 ريال ومو عارف ايش فيه من خدمات أنا يوم من الأيام كنت ماشي مع فهد البتيري تحية الفهد يا جماعة تحية الفهد ابن آدم هذا من سكان الشرقية لا مو لازم خلاص ويشرب بيبسي خلاص البني آدم دائما سكان الشرقية مر علي على الفندق وقال لي يلا نروح حلبة الريم يعني إيش حلبة الريم؟ يعني ترجع جدة تاني يعني مرة بعيد فهمت؟ فقلت له طيب يلا أنت من الشرقية إيش دراك؟ لا ما عليك ترك جي بي اس على طول وإحنا فكين هروج ومدري ترن ليفت أوكي بني آدم ما شاء الله يعني باين من نظاراته اللي قد كده إنه فاهم في التقنية بيستخدم آيفون كامل استخدام أنا يوم من الأيام كنت ماشي في شارع التحلية واحد جنبي كان قاعد يستخدم التليفون نزل القزاز لو سمحت فين شارع التحلية تيني نيني فين
يعني فين؟ يعني أنت دافع عليه هذا الجهاز 4000 ريال، وكمان يا عمي في لوح مكتوب شارع صح محمد بن عبد الله مدري إيش اسمه. ما حطول عليكم يا جماعة، بس لا ما حطول عليكم يا جماعة، بس بقول لكم بس هي نصيحة أخيرة بقول لكم. إيش فيها كل ما أسكت؟ نصيحة أخيرة يعني مو سبسكرايب يعني لا. إنه أنا أتمنى أشوف ناس تستخدم التقنية اللي بتوصلنا هذه بعد واللي تدفع عليها مبالغ مرة طائلة، نستخدم الإنترنت استخدام صحيح، يعني مو نشبك الإنترنت وندفع 4000 في الشهر عشان ندخل شاهد القلوب، يعني مو ده الاستخدام. وأنا ما بقول لكم إن أنا أحسن واحد استخدم الإنترنت، هو صح أنا عندي بلوج بالإنترنت والكلام ده يعني فيديو إنترنت وإيش اللي، بس هم أفضل استخدام الإنترنت. و صار شيء أمس، وصلني خبر إنه الحلقة الأخيرة صارت فيها مشكلة. الفيديو الأخير البني آدم اللي كان قدام الويب كام اللي كان يستخدم الإنترنت بشكل جدا سيء، البني آدم هذا اللي أنا قلت عليه كالبوز كالبوز صارت له حالة نفسية من بعد الفيديو حقي. وهذا أنا صراحة أشوفه أنا أسأت في حق البني آدم وأسأت في حق الإنترنت أخص من اللي يدخل شات القلوب. فوعد يا جماعة، أنا عارف إنه قلب الجو غم، بس وعد يا جماعة سيزن الثاني من إشيلي هيتغير كلياً. ناس زي هذولا ما لهم صلاح، ما حدخلهم وما رح أتكلم عنهم ولا أنتقدهم، هيكون أكبر من كذا وحيكون استخدامي أفضل من كذا الإنترنت وأشياء اللي في الإنترنت. وهذا وقتي، والسلام عليكم وشكراً جزيلاً. بدر صالح إشيلي.